أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ذكر أحدهم في أحد الصحف هذا اليوم قصة عن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله من أنه استمع إلى أغنيتين في أحد الاحتفالات ولم ينكر هذا، ويستشهد بهذه القصة وغيرها على الخلاف في الغناء، وأنه لا ينكر أحد على أحد. ما شاء الله، منين جاب هذا عن الشيخ بن إبراهيم؟ الشيخ بن إبراهيم ينكر هذا، فيثبت أن الشيخ أنه استمع كما يقول. أما مجرد الكذب على العلماء فهذا حسابه على الله. اللي نعرف عن الشيخ محمد بن إبراهيم أنه من أبعد الناس عن هذه الأمور، ولا يليق بمكانته وعلمه وجلالة قدره أنه يستمع إلى الغنى. نعم.